نبدأ حلقتنا مع خبرنا الأول. أظهرت الإحصاءات اليومية اللي يصدرها المجلس الدولي الصحي التعاون الخليجي تصدر المملكة لقائمة الدول الخليجية الأكثر ارتفاعاً في نسب الشفاء من فيروس كورونا، وسجلت المملكة نسبة الشفاء ب 97.5%، تلتها الإمارات بنسبة 95.1%، وبعدها جت قطر بنسبة 94.3%، وحلت عمان رابعاً بنسبة 94%، والكويت 93.4%، وآخر شيء البحرين بنسبة 93.2%. جميل جدا يعني، وهذا شيء مو مستغرب للأمانة. يعني أنا ما أشوف أنه مفاجأة، أعتقد لا لنا إحنا كمواطنين ولا كمقيمين ولا حتى مخالفين ولا حتى للعالم كله، لأن معليش يعني خلينا نكون منطقيين، ما هو عشان والله أنا إنسانة يعني سعودية أو أن أعيش على أرض هذا الوطن الغالي، لكن هذا منطق وما حد يقدر ينكر أن فعلا السعودية سوت جهود ترى جبارة، الواحد يعني ما يلحق جزاها. وصراحة احنا يعني بس هذه الأرقام يمكن خلتنا نفتخر أكثر وأكثر، لأن هذه الإحصائيات بعد ما هو بسهل يعني أنك أنت تجمعها، وإحنا بعد مرة كثير يعني لو نتكلم بالأعداد أو الأرقام مقارنة يمكن بالدول الخليج، يعني احنا دولة عدد سكانها تعتبر الأكبر في الخليج، وفكنا طبعا بسبب الإجراءات والقوانين والخطوات اللي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من كورونا ومحاربته. وطبعا الواجب علينا إحنا والباقي علينا إحنا إننا نقوم بنفسنا ونكون مسؤولين ونطبق الإجراءات حتى نقضي على هذا الفيروس تماما. طبعا كل الشكر للشعب اللي بدأت ترتفع عنده نسبة الوعي في هذه الأمور، وبالفعل لاحظنا الفترة الأخيرة الوعي جدا ارتفع والاحتياطات زادت، فهذا شكر بعد لهم على جهودهم. أكيد طبعا، فخلونا نأخذكم